ما حكم من صام وقد تسحر بين الأذان والإقامة؟ هل صومه صحيح؟ إذا كان الأذان على طلوع الفجر فصومه غير صحيح، لأنه أكل في بداية النهار. أما إذا كان الأذان متقدما على طلوع الفجر فلا بأس حتى يطلع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم يؤذن على طلوع الفجر إذا قيل له أصبحت أصبح. نعم.